أنا أيمن السيد سرحان الديب. أنا شغال رئيس ملاحظين بشركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم سابقا. شكو سرحان ابن عمي شيء. يعني والدك أخو والده. أنا والدي كان اسمه السيد سرحان وأحمد سرحان ومحروس سرحان وبعد كده الحسيني سرحان اللي هو أبو شكري. طيب إخواته أيمن؟ في الباشمهندس شوقي الله يرحمه، وفي الأستاذ صلاح سرحان ممثل كان في فيلم الشموع السوداء، وفي سامي سرحان الله يرحمه. كل اخواته يعني توفوا حاليا يعني، وفي حريم في اثنين وتوفوا برضه. ده والده كان في التربية والتعليم، كان موجه كبير. هو طالع من البلد هنا يعني عنده كان 9 سنين. هو اتولد في اسكندرية وإجا أبوه قعد هنا فترة وطلع هو عنده 9 سنين من البلد. راح قعد شوية في شبرا في مصر، خدت بالك، والدقي، وبعد كده شارع الهرم، وبعد كده له شقة في شارع قصر النيل موجودة حاليا لغاية دلوقتي.